خلال فترة الدورة الشهرية يعاني الجسم من خلل هرموني أثناء فقدان الدم، وبالتالي فإنه يجب تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية الهامة مثل الفيتامينات والبروتين والألياف والماء، وفي المقابل ينصح بتجنب الأطعمة غير الصحية أثناء فترة الدورة الشهرية. إليك أبرز الأطعمة التي لا ينصح بتناولها خلال الدورة الشهرية. الأطعمة المصنعة: تحتوي الأطعمة المصنعة على كثير من المواد الكيميائية الضارة بالجسم مثل الأطعمة المعلبة واللحوم المصنعة ومنتجات الألبان، وتتسبب هذه الأطعمة المصنعة في تفاقم الانتفاخ والاحتفاظ بالمزيد من الماء في الجسم بفضل احتوائها على نسبة كبيرة من الملح، وبالتالي ينصح بتجنبها خلال الدورة الشهرية. الحلويات: يمكن الحصول على السكر الذي ترغبين به من خلال تناول الفاكهة، ولا حاجة إلى تناول الحلوى الضارة التي تحتوي على سكريات صناعية، حيث أن هذه الحلوى تتسبب في زيادة الانتفاخ والغازات، وبالتالي يجب تجنبها خلال فترة الدورة الشهرية. وبشكل عام ينصح بتقليل تناول الحلوى. المقليات: تتسبب المقليات في الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي، ولذلك ينصح بالتقليل من تناولها بشكل عام وتجنبها أثناء الدورة الشهرية، وينطبق هذا على مختلف المقليات مثل البطاطس والدجاج المقلي وغيرها. ويمكن صنع هذه الأطعمة بطريقة صحية من خلال جهاز طهي الطعام بدون زيت. المخبوزات والمعجنات: أيضا تساعد المعجنات في الشعور بالانتفاخ والتقلصات في البطن مثل البيتزا والكيك وغيرها، وبالتالي تزيد من أعراض الدورة الشهرية المزعجة. وعادة ما يتم إضافة كميات كبيرة من الأملاح أو السكريات إلى هذه الأطعمة، ما يسبب أضرارا صحية عديدة. فعلى سبيل المثال يضاف الكاتشب إلى البيتزا، وتضاف الكريمة الغنية بالسكريات إلى الكيك والمعجنات الحلوة. الطعام الحار: يجب تجنب الأطعمة الحارة أثناء الدورة، وذلك لأنها تسبب المزيد من الانتفاخات والغازات، وخاصة إذا كانت غزيرة وتتسبب في الإرهاق والتقلصات. ولا تتناسب الأطعمة الحارة مع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في المعدة، حيث أنها يمكن أن تسبب تفاقم المشكلة. الأطعمة الغنية بالأملاح: يؤدي استهلاك الكثير من الملح إلى احتباس الماء، ما يسبب الإصابة بالانتفاخ، وهو ما يزيد من أعراض الدورة لدى المرأة. ينصح بعدم إضافة كميات كبيرة من الملح إلى الأطعمة المختلفة أثناء الحيض، وتجنب الأطعمة الجاهزة الغنية بالأملاح. القهوة: يزيد الكافيين من احتباس الماء في الجسم والانتفاخ واضطرابات الجهاز الهضمي، وهي من الأعراض الشائعة للدورة، وبالتالي فإن تناولها أثناء نزول الحيض سوف يؤدي إلى المزيد من الانتفاخات والتقلصات في البطن، وينطبق ذلك على مختلف المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، ولذلك ينصح بعدم الإكثار منها. اللحوم الحمراء: خلال الدورة الشهرية يقوم الجسم بإنتاج البروستاجلاندين، وهي مواد دهنية مشابهة للهرمونات في عملها، وتساعد هذه المركبات الرحم على الانقباض، ما يؤدي إلى تدفق الدورة أثناء كل شهر. وتعد اللحوم الحمراء من الأطعمة الغنية بهذه المادة، وبالتالي فإن تناولها أثناء الدورة قد يزيد من تدفق الدم. الأطعمة التي لا يتحملها الجسم: هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب مشاكل صحية لبعض الأشخاص، ولذلك يجب تحديد الأطعمة التي يمكن أن تزيد من اضطرابات الجهاز الهضمي وتجنبها خلال الدورة. فعلى سبيل المثال يعاني بعض النساء من الانتفاخ عند تناول البقوليات، وبالتالي لا ينصح بتناولها في فترة نزول الحيض. وفي حالة المعاناة من عدم تحمل اللاكتوز يجب عدم تناول منتجات الحليب، كما يجب تجنب الأطعمة التي تسبب حساسية الغذاء.